هنعمل مع بعض النهاردة كيكة سهلة جدا جدا، كيكة الايس كريم. كيكة باردة، مش هتحتاج مننا فرن ولا هتحتاج ان احنا نقف كتير في المطبخ، بجد طعمها رهيب. لو جربتوها ان شاء الله هتلاقيكم دايما عايزين تعملوها. المكونات كمان بسيطة ان شاء الله، حاجات موجودة عندنا في البيت هنعملها. كيكة بجد فظيعة، حلوة قوي، وترطب على القلب في الحر الشديد اللي احنا فيه. وانصحكم بجد ان شاء الله فعلا تجربوها، انها فعلا تستاهل. ونسمي بسم الله وعلى بركة الله. هنبدأ الأول نعمل طبقة من الكاستر. هنحط 3 كوبايات من الحليب، هنضيف ليها 4 معالق من السكر، والسكر هنظبطه في الآخر. وهنضيف كمان بعد السكر هنضيف 3 معالق مليانين من بودرة الكاستر، ممكن نضيف 4. انا ضفت بالظبط في حدود 3.5، ونقلب الحليب كويس مع الكاستر لغايه لما الكاستر يدوب معانا. وعلى طول على النار هننقله، وعلى النار هاديه نفضل نقلب فيها باستمرار لغايه لما القوام بتاعها يتقل ويبقى زي ما انتوا شايفينه كده. هنسيبه بعدها يبدا يغلي حوالي كمان دقيقه، وبعد ما يغلي ونتاكد ان هو استوى كويس هنشيله على طول من على النار، وهننقله على طول في بولة وهو سخن، عشان طبعا يعني يبقى لين معانا. ننزل الكمية كلها، وهنيجي بستريتش اللي هو الاستريتش بتاع الاكل او كيس نايلون اي حاجة، ونغطيه وهو سخن، ونسيبها تبرد تماما. وبعد ما تبرد هنحطها في التلاجة لغاية ما نتأكد انها فعلا تماسكت وبقت باردة. ونيجي نعمل الطبقة اللي بعدها، هنحط 1 كوباية كبيرة من الكريم شانتيه، ونحط هنا انا حطيت 6 معالق من السكر، وهنزل عليها بكمان 1 كوباية برضو من الحليب البارد يكون متلج. وممكن ان احنا نحتاج فوق كمية الحليب دي كمان 1/4 كوباية او 1/2 كوباية تبع نوع الكريمة اللي عندكم. انا احتاجت فوقها حوالي بالظبط 1/4 كوباية. نضرب كويس الكريمة في الكمية الأولانية، وبعد كده هنزود بقية الكمية. ودايما برضو حطوا الحليب حبة بحبة عشان ما تبقاش سايلة منكم قوي، وتضطروا تضيفوا كمان كريمة. وفي المرحلة دي لو دقتوا السكر لقيتوه لسه محتاج سكر، طبعا بعد كمان يعني مع بودرة الكاستر ممكن نقلب بس مع 1/4 كوباية الحليب دي 2 معالق سكر كمان، ونضيفهم تبع رغبتكم في درجة التحلية. وهنا الكاستر كان بارد تماما بعد ما اتحط كمان في التلاجة، هنفكه بس كده بالمضرب شوية كده بقى تمام. وهنبدأ ان احنا نقلبه على الكريم شانتيه، ونضرب كويس جدا لغاية لما يبقى خليط متجانس تماما. جاب طعمه اصلا كده من غير اي حاجة، حلو جدا جدا. وممكن تعملوه كده وتحطوه في علب تلاجة، وتحطوه في فريزر، وتستخدموه كأنه كده آيس كريم يعني بدون أي إضافات، هيكون معاكم برضو جميل. وكده خلاص ضربناه، ونبدأ بقى إن احنا ننزل بس كده الجوانب بحيث إن احنا نتأكد إن كله اتضرب كويس مع بعضه أو امتزج كويس مع بعضه. وكده تمام. هبدأ اجيب بسكوت، اي نوع بسكوت شاي انتوا بتحبوه. انا هنا استخدمت بالظبط حوالي 240 جرام من البسكوت، 120 من البسكوت الابيض، و120 من بسكوت الشوكولاتة. اي نوع انتوا حابينه، عاوزين تستخدموا الشوكولاتة بس او البسكوت السادة بس الابيض براحتكم. وندخل البسكوت طبعا اول ما هنكسره ما نفتفتوش قوي، نكسره قطع كبيرة شوية، ونقلبه مع الكريمة بحيث ان هو يبقى ظاهر معانا في الكيكة بعد ما تبرد، وطعمه كمان برضو يبقى ظاهر. وبعد كده كمان اي اضافات بقى عندكم انتوا عايزين تحطوها، انا هنا حطيت كمان 1 كوباية زبيب. ممكن لو انتوا مش بتحبوا الزبيب ممكن تحطوا حبيبات شوكولاتة، واي فاكهة عندكم طبعا متاحة. انا استخدمت موز وتفاح، ممكن نبدل الفواكه دي باي انواع تانية انتوا حابينها، مانجا، اي حاجة متاحة ان شاء الله تبقى معاكم زي الفل. قطعت هنا الموز قطع صغيرة، وطبعا الأصول ان احنا نقلبه على طول في الخليط بحيث ان لونه ما يتغيرش. وكمان تفاحة،
طبعا التفاح هنقطعها برضو قطع صغيرة جدا هي كمان. وانا هنا بصراحة ما حبيتش ان انا اشيل القشر بتاعها بحيث انها تدي لون كويس للكيكة، فلو حابين تشيلوا القشر بتاعها براحتكم طبعا. قطعتها هنا قطع صغيرة زي ما انتم شايفينها، قطع مكعبات صغيرة جدا. وبعد ما نقطعها على طول مباشرة هي كمان برضو هنقلبها على طول جوه الخليط بحيث ان برضو لونها ما يتأكسدش معانا ولا تغمق. وطبعا كده احنا يعتبر خلصناها. حابين بقى تحطوها في قوالب الكيك اللي هي المستطيلة او في صينية عادية. انا هنا عشان هقلبها طبعا حبيت ان انا اغطي الصينية بستريتش. لو مش هتحبوا تقلبوها هتستخدموا الصينية بدون ما تتغطى او بدون ما نبطنها زي ما انتم شايفينه كده. وهننزل الخليط كله جوه الصينية. ما شاء الله الكمية دي يعني عملت حجم الصينية كويس وقعدت معانا بصراحة كام يوم، كان فعلا حلوة. ننزل الكمية كلها وبعد كده هنمسك الصينية بس ونخبطها كده خبطتين في الطاولة بحيث ان اي فراغات من جواها تروح وتبقى متماسكة من جوه. وهنيجي نظبط السطح بتاعها بسباتيولا او معلقة وننظف الجوانب الزيادات اللي جت في الجوانب ونغطيها طبعا برضو بطبقة ستريتش من فوق. وهناخدها على الفريزر ونسيبها في الفريزر ساعتين 3 ساعات لغاية لما تتماسك. وبعد كده هنطلعها ونشيل طبقة الستريتش من فوق وهنقلبها على طول على صينية. زي ما قلتلكوا لو مش حابين تقلبوها ما تبطنوش الصينية ولا حاجة. وبعد كده زينوها بأي حاجة انتوا حابينها. انا هنا زينتها بصوص كراميل، لو حابين كمان تزينوها بصوص شوكولاتة او صوص فراولة، او ان انتوا تقطعوا عليها او تبشروا عليها شوكولاتة قطع، او اننا نحط عليها فاكهة او نحط عليها اي حاجة انتوا حابينها. سيبوها كده كمان من غير حاجة، بجد طعمها رهيب. وفعلا يعني نصيحة مني اعملوها بجد، هترطب على قلوبكم ان شاء الله وهتبقوا مبسوطين جدا تاكلوها. الطعم البسكوت فيها لذيذ وطعم الفاكهة فيها بصراحة حلو قوي. اتمنى الوصفة ان شاء الله تكون بسيطة وتكون عجبتكم، واتمنى ان شاء الله فعلا تعملوها. واتمنى اشتراككم معايا في القناة وتفعيل الجرس للكل. ودمتم جميعا في امان الله، مع السلامة.